لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب مكي النزال تحت عنوان المأزق الكبير، حيث يقول: الكل في عراق اليوم في مأزق كبير بل وخطير معاش على الصعود كافة، وإن بدا الوضع قريبا إلى الهادئ أو الطبيعي في ظل إعلام محلي ودولي ظالم يعتم على حجم المأساة الخانقة ويشغل العالم والجمهور في الداخل بترهات بعيدة عن صميم المعضلة العراقية، وحين ننظر لوضع الشعب العراقي نرى عوزا يصل إلى حد المجاعة في معظم أرجاء الوطن، فالبطالة متفشية مع تفشي الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية من غذائية ودوائية ومواد نظافة، وكذلك مستلزمات الدراسة من كتب وكراريس وأقلام وغيرها. كذلك هنالك أزمة سكن خانقة جعلت العراق يسكن في بيوت صفيح وعشوائيات وتحت الجسور، وفي أفضل الأحوال يتشاركون السكن مع أقارب أو حتى غرباء. أما الوضع الصحي فهو الأسوأ منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، فلا مستشفيات ولا دواء مجانيا أو حتى تعاونيا، أما العمليات الجراحية فهي شبه مستحيلة، وكذلك أدوية الأمراض الخطيرة كالسرطان. من منظور آخر نرى قتل آمال العراقيين في مستقبل أفضل، فكلما ظنوا أن الوزير الفلاني أو النائب أو المحافظ يرجى منه الخير تبين أنه انحرف وغرق في الفساد وكان سببا مضافا في إعدام أمل لم يدم طويلا. أما على مستوى السياسة فالمأزق يكاد لا يصدق، فبلد بحجم وتاريخ العراق يتخبط ولا يستطيع قادته تشكيل حكومة وإن كانت مجرد مسمى، مع أن العالم مرر لهم انتخاباتهم الهزيلة البائسة التي قطعها قرابة 90% من الناخبين، وما يسمى بالقضاء يتدخل لصالح الخاسرين ويصدر أحكامه بالإدانة والبراءة بما يخدم رؤوس الفساد، ويتخلل كل ذلك صراع خفي بينهم لكنه مسيطر عليه من الخارج لأجل ضمان استمرار العملية السياسية التي وضعت لتكون أساس دمار وخراب البلد. أما المأزق الأكبر الذي تواجهه العملية السياسية المتهالكة فهو ارتفاع أصوات العراقيين بإدانتها والمطالبة بتغييرها الجذري هي وشخوصها ورموزها ومكوناتها، فصمت العراقي انتهى وآن أوان الصرخة التي تهز العروش وترهب أصحاب الكروش، وقد مكثوا جاثمين طويلا على صدر العراق الذي طالت محنته حتى تشقق قلبه وتغيرت سحنته. عن التطبيع في العراق كتب حسين صالح السبعاوي مقالا جاء فيه: عرف عن العراق أنه بلد عاصي عن التطبيع، وأن الكيان الصهيوني هو العدو اللدود والدائم طالما ظل يحتل فلسطين والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، وأن التعامل أو التعاون معه يعد خيانة كبرى للعراق ويعاقب الخائن بأشد العقوبات وفق القوانين العراقية، إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي والإيراني للعراق عام 2003 ومن جاءوا بهم معهم ممن يسمونهم بالمعارضة، بدأ بعض من هؤلاء بترويج للصهاينة وإمكانية التطبيع معهم، وبكل وقاحة ضاربا عرض الحائط مشاعر الملايين من الشعب العراقي الرافضين للتطبيع الذين تربوا عبر سنين من الزمن على أن الصهاينة هم العدو، وأن العراق لابد أن يكون له دور كبير في تحرير فلسطين ودعم القضية الفلسطينية. بمقابل المطبعين ظهر من هو أسوأ منهم، وهم المزيدون من حلفاء إيران ممن يدعون مقاومة المشروع الصهيوني ويرفضون التطبيع معه، في الوقت الذي لم نرى منهم من أطلق رصاصة واحدة ضد الاحتلال، بل سندوا الكيان الصهيوني بإبادة الفلسطينيين القاطنين في العراق عموما وفي بغداد خاصة، حيث قتلوا منهم من قتلوه وهجروا واعتقلوا مئات آخرين، بل وسخروا ثروات العراق لخدمة الكيان الصهيوني عن طريق إيران، فقد أصبح المتسلطون على حكم العراق أدوات يحركها النظام الإيراني كما يشاء لتحقيق مصالحه في تصدير مشروعه المشؤوم المبني على الطائفية
وإشعال الحرائق وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع العراقي. إن من يرفض التطبيع عليه من باب أولى أن يرفض الاحتلال لبلده، أما أن يعتبر الاحتلال الإيراني لبلده هو بمثابة فتح إسلامي بينما يملأ الدنيا ضجيجا ضد التطبيع، فهذه هي الازدواجية بعينها والمزايدة المرفوضة التي تجعل من دعاة التطبيع يتمسكون أكثر بمشروعهم التطبيعي. وإن من يرفض التطبيع فعليه أن يتصالح مع أبناء المجتمع ويتوقف عن التهجير والقمع والتنكيل بهم. لم يزل التطبيع يمارس على استحياء بسبب الرفض الشعبي العام له، وبسبب ما يحمله العراق من ثقافة الممانعة للمشروع الصهيوني، وما يحمله الشعب من إرث كبير وقديم لرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وما في فلسطين من مقدسات يحترمها الشعب العراقي وعلى رأسها المسجد الأقصى. من موقع عربي 21 نقرأ مقالة للكاتب جاسم الشمري حول صحفيين في العراق. في 3 من أيار مايو يحتفل صحفيو العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك لأهمية الصحافة والمعروفة في الأنظمة الديمقراطية بالسلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الحقيقة أن تسلسل مكانة الإعلام في عالمنا اليوم قد تغير، وربما قفز للمرتبة الثانية أو الثالثة، وذلك بسبب التطور الهائل لمواقع التواصل والإعلام الرقمي. ولقد لاحظنا التأثير الملموس لتلك المواقع في الكثير من دول العالم، وبالذات خلال الثورات الشعبية، ما دفع الأنظمة القمعية لقطع الإنترنت حينها لقطع التواصل بين عموم المحتجين والمواطنين. لا يمكن تصور صحافة ناجحة أو مؤثرة دون وجود سقف واضح للحريات يضمن فيه على الأقل الحفاظ على حياة الصحفي وكرامته وأمنه الشخصي. ولهذا قال الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو: بلا حرية لن تكون هناك سوى صحافة سيئة. وهذا السقف من الحرية مع الأسف غير متوفر في بعض دول العالم غير الصافية، ومن بينها العراق الذي تصدر ولأكثر من 10 سنوات مؤشرات الإفلات من العقاب. وتعرض العاملون في المجال الصحفي لهجمات مميتة ومخيفة، وبحسب الإحصائيات التي نفذها مرصد الحريات الصحفية للفترة ما بين 2003 إلى 2019، فقد قتل 277 صحفياً عراقياً وأجنبياً، وتعرض 74 آخرون إلى الاختطاف، قتل أغلبهم، وما زال مصير 14 مجهولاً. وقد أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق توثيق أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام 2020، فيما سجلت 233 انتهاكاً خلال العام 2021. هذه المؤشرات العالمية الخطيرة وهذه الفواتير المرتفعة من الدماء الطاهرة التي سالت والحريات التي كبلت والكرامات التي أهينت من أجل نقل الحقيقة للجمهور بلا رتوش وبعيدا عن التزلف والتملق، قابلتها حالات سلبية استغلت فيها الصحافة والإعلام من بعض الصحفيين والإعلاميين والمدونين المتملقين الطارئين على مهنة المتاعب، والذين حاولوا من خلال عملهم وكتاباتهم في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وظهورهم التلفزيوني مجاملة الأشرار وتلميع صورهم الملطخة بدماء الأبرياء. سلط موقع ميدل إيست آي البريطاني الضوء على قضية الصحفي جوليان أسانج مفجر فضائح ويكيليكس، وعلى مدى التنكيل الذي تعرض له على يد أرقى الديمقراطيات الغربية. في تقرير مطول استعرض الموقع كتابا لنيلز ميلزر أستاذ القانون والمقرر الخاص لدى الأمم المتحدة، وفيه يكشف مدى تلك الانتهاكات المتعمدة التي تعرض لها أسانج. سوف تقرر وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل هذا الشهر ما إذا كان جوليان أسانج سيسلم إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه حكما بالسجن يصل إلى 175 سنة، الأغلب أن ينفذ داخل سجن خاضع لأشد الإجراءات الأمنية صرامة وفي حبس انفرادي معزول شبيه بالوضع التي ما لبث محتجزا فيه منذ 3 سنين داخل سجن بيل مارش ذي الإجراءات الأمنية الصارمة في العاصمة البريطانية لندن.
لا يوجد أدنى شك لدى كثير من المراقبين بأن باتيل سوف تقوم في نهاية المطاف بالتوقيع على الأمر القضائي بتسليم أسانج للولايات المتحدة. ومن هؤلاء المراقبين نيلز ميلزر، أستاذ القانون والمقرر الخاص لدى الأمم المتحدة. ضمن ميلزر نتائج بحثه المفصل في كتاب بعنوان محاكمة جوليان أسانج، مسطراً عبر صفحاته تقريراً صادماً حول الخروج على القانون الذي تمارسه الدول الرئيسية ذات العلاقة بالأمر، بريطانيا والسويد والولايات المتحدة والإكوادور. كما يوثق في الكتاب للحملة المعقدة التي شنت من قبل تلك الدول للتضليل واغتيال الشخصية والتستر على الخطايا. يخلص ميلزر إلى أن النتيجة كانت هجوماً لا هوادة فيه، ليس فقط على حقوق أسانج الأساسية، وإنما عليه شخصياً بدنياً وذهنياً وعلى حالته العاطفية، فيما يصنفه ميلزر ممارسة للتعذيب النفسي. يقول مقرر الأمم المتحدة أن بريطانيا بذلت قدراً كبيراً من المال والجهد لضمان محاكمة أسانج نيابة عن الولايات المتحدة، وأنها سعت من خلال ذلك إلى ردع الآخرين عن السير على طريق أسانج في فضح الجرائم الغربية. إنه يعذب من أجل حماية أولئك الذين مارسوا التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبت في العراق وأفغانستان، وفضحتها سجلات التي سربها موقع ويكيليكس، وما زال هؤلاء في مأمن من المحاكمة والعقاب بتواطؤ من قبل نفس سلطات الدولة التي تسعى لتدمير أسانج. إذا تابعت التقارير الإخبارية عن أوكرانيا فقد تعتقد أن الحرب قد استقرت في طريق طويل وطاح وممل إلى حد ما، ولكنك بالتأكيد ستكون مخطئا بهذا الاستنتاج، حيث أن الأمور في الواقع تزداد خطورة يوما بعد آخر، على حد تعبير الكاتب المعروف توماس فريدمان في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز. كلما طالت مدة هذه الحرب زادت فرصة حدوث أخطاء كارثية في الحسابات، والمواد الخام اللازمة تتراكم بسرعة وقوة. وعلى سبيل المثال لنتذكر التسريبات الأخيرة بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جرى الكشف عن أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخبارية حول الوحدات الروسية التي سمحت للأوكرانيين باستهداف وقتل العديد من الجنرالات الروس، كما أن أمريكا قدمت معلومات ساعدت على تحديد مكان وضرب الطراد موسكفا. وأوضح فريدمان أن التسريبات على ما يبدو لم تكن جزءاً من أي استراتيجية مدروسة، وكان الرئيس جو بايدن غاضباً بشأنها وقال إن بايدن هاتف مدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية ليوضح بلغة أقوى أن هذا النوع من الكلام الفضفاض طائش ويجب أن يتوقف فوراً قبل أن تبدأ حرب غير مقصودة مع روسيا. والخلاصة المذهلة من هذه التسريبات هي أنها تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في حرب غير مباشرة مع روسيا، بل تتجه نحو حرب مباشرة، ولم يقم أحد بإعداد الشعب الأمريكي أو الكونغرس لذلك، وفقاً لفريدمان الذي قال أيضاً إنه من المؤكد أن بوتين ليس لديه أوهام حول مقدار تسليح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بالمواد والاستخبارات. ولكن عندما يبدأ المسؤولون الأمريكيون في التباهي علناً بلعب دور في قتل الجنرالات الروس وإغراق السفينة الروسية، فإن هذا يخلق فرصة لبوتين للرد بطرق يمكن أن تؤدي إلى توسيع هذا الصراع. نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن تهريب المخدرات الذي انتشر على طول الحدود مع الأردن منذ استعادة القوات الموالية للرئيس بشار الأسد لجنوب سوريا عام 2018. الصحيفة قالت في تقريرها إنه منذ استعادة القوات الموالية للرئيس بشار الأسد السيطرة على جنوب البلاد، زادت ظاهرة تهريب المخدرات على طول الحدود بين سوريا والأردن البالغة نحو 400 كيلومتر. وذكرت الصحيفة أن عمليات التهريب التي ازدهرت خلال الحرب التي اندلعت في سوريا منذ عام 2011 والأزمة الاقتصادية تتمحور حول الكبتاغون، وهو عقار أنفيتامين سهل الإنتاج ورخيص الثمن. يوضح العقيد مصطفى الحياري: أصبحت سوريا مركزا لإنتاج المخدرات سواء الكبتاغون أو الحشيش،
وتعتبر المنطقة الحدودية منطقة رمادية بين الحرب والسلم، حيث يتم تجنيد الناس من قبل التجار والميليشيات. وأشارت الصحيفة إلى أن تعاطي المخدرات يتزايد في المملكة الهاشمية وسط ارتفاع معدلات البطالة، لكن البلاد تستخدم بشكل أساسي كطريق عبور إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لتهريب الكبتاجون من سوريا. يباع كوكايين الفقراء. اتخذت ظاهرة تهريب وإنتاج المخدرات أبعاداً واسعة النطاق، لدرجة أن الخبراء أضحوا يصفون سوريا بدولة المخدرات. أصبحت تجارة المخدرات مصدراً رئيسياً للدخل في بلد انهار اقتصاده تحت وطأة الحرب والعقوبات. وأوردت الصحيفة أنه صودرت منذ سنة 2017 كميات كبيرة من هذا العقار في دول مجاورة على غرار العراق والأردن ولبنان وتركيا وفي موانئ في إيطاليا واليونان، بناء على الكميات التي جرى الكشف عنها في سنة 2021. يقدر معهد نيو لاينز الأمريكي في دراسة نشرت في نيسان أبريل القيمة المحتملة لصادرات المخدرات السورية بحوالي 6 مليارات دولار. تعتزم شركة ميتا المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا في العالم فيسبوك دخول عالم الواقع الافتراضي عبر تطوير نظارة ذكية تنقل صاحبها إلى عالم آخر، على أنها من المفترض أن ترى النور بحلول عام 2024. تعتزم الشركة إطلاق 4 نظارات للاستخدام في الواقع الافتراضي، من بينها واحدة تكلف 800 دولار في الأقل، بحسب ما نقل تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية واطلعت عليه القدس العربي. تقول المعلومات أن مارك زوكنبيرغ مالك شركة ميتا ومؤسس شبكة فيسبوك هو الذي يدفع باتجاه ابتكار هذه النظارات، وهو المتحمس لدخول العالم الافتراضي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.